خسارته لمشروعه جراء الإرهاب لم تمنع مربي النحل خالد فقعة بعد عودته إلى بلدته بيت سوا في ريف دمشق من إعادة إحياء هذا المشروع والبدء في تأسيس خلايا جديدة. النحل باستمرار بده أكل إجباري، لأنه بده معالجة باستمرار، بده مرعى باستمرار. طوال ما أنت عم تأمني له هالمرعى معناتها النحل ما في أحلى من هيك. الرحيق تبعه هذا بيطلع عسل أبدا، صافي 100%. وبعد 4 سنوات من العمل والجد وصل عدد خلايا المشروع إلى 150 خلية، ولم تمنعه الظروف من التنقل بها إلى جميع المحافظات للحصول على أصناف متنوعة من العسل. والله أنا كان عندي 400 خلية قبل الأحداث، بس إجا هالوقت هذا ما عاد حسننا نروح ونجي، يعني ضاقت الأمور، النحل تقريبا كله انتهى، ردينا هلأ عم نرجع نأسس من أول جديد. صاروا 150، صار إلى 4 سنين لحتى وصلتوا ل 150. قطفنا من أصل شي 125 خلية قريب 2.5 طن، وعسل مكفول 100%. يعني طلع عنا حمضيات، طلع عنا حبة بركة وزهر كزبرة سوا مع بعض، طلع عنا عسل يانسون مع شوكيات، وحطينا بالجرد، يعني اشتغل الجرد، بس لأنه ما في خير، ما شيء بسيط بالمرة يعني.